تحياتي بكل مشاهدينا برنامج الطبيب، واهلا بيكم مع فقره يعني هنرد فيها على اسئله كتيره قوي قوي، وممكن تكون الاسئله دي في منهم اكيد هيطلع سؤال احنا ما سالناهوش قبل كده. عشان كده احنا دايما بنهتم ان احنا نشوف المسجات اللي يعني الناس بتبعتها على صفحه استاذ دكتور كريم صبري، على صفحه قناه المحور، على صفحتي انا شخصيا، لان بالتاكيد مهما سالنا بيبقى في مثلا شخص بيشاهدنا عنده سؤال مختلف شويه. النهارده هنحاول على قد ما نقدر ان احنا نرد على كل اسئلتكم، واذا كان بقى بتتعلق جراحات السمنة، إذا كان بتتعلق مثلا بإصلاح فشل جراحات السمنة، إذا كان كمان بتتعلق بالعمليات اللي عايزين نعرف اسمها اللي هي يعني اتمنعت، ونركز على النقطة دي. حاجات كتيرة قوي النهاردة هنعرف إجابتها، بس خليني الأول أرحب بدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة ومناظير بطب عين شمس، مدير وحدة جراحات السمنة ومناظير بمستشفى وادي النيل، عضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، وعضو كلية الملكية للجراحين بلندن، زميل كلية الجراحين الأمريكية، وحاصل على شهادة الجودة الأولى في العالم لجراحين السمنة والسكر الاس ار سي. أهلا وسهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك. أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله. دايما منورنا ومشرفنا. وبعدين اسمك عمال يتألق. شكرا. خصوصا في إصلاح فشل عمليات جراحات السمنة والسكر، إذا كانت اللي هي يعني اتمنعت أو الناس اللي بتعملها في مكان مش موثوق فيه، فبالتالي برضو العملية ما بتتعملش بصورة صحيحة. النهاردة هنسأل الأسئلة اللي هم يعني بعتينها كلهم. أوكي. أول سؤال، أنا عندي 38 سنة، طولي 163 ووزني 125، وعندي مشاكل في الغدة وعايزة أنزل وزني، وكنت بسأل العنوان فين وهل في أمل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دايما في أمل طبعا، يعني تحياتي لحضرتك وكل السادة المشاهدين. طبعا احنا تعقيبا يعني على حك الانترو بالنسبة لإصلاح فشل جراحات السمنة السابقة، في من ضمن العمليات يعني النصيحة الأولى قبل ما نبتدي في الإجابة على الأسئلة، أن احنا في عمليات ممنوعة ما ينفعش أن احنا نعملها زي تدبيس المعدة والفراشة يعني، ويمكن حزام المعدة كمان بطل يعني ما بقاش حد يستخدمه. وقلت اسم تاني كده، انا قلت انا قبل كده في فترة فاتت الأوميجا لوب. فدي من ضمن العمليات الممنوعة اللي ما بتتعملش يعني، عاف عليها الزمان، وبعدين مشاكلها كتيرة جدا واصلاحها يعني صعب جدا. وبالتالي احنا بننصح الناس ما تعملهاش، عشان بس يعني يبقى احنا وصلنا رسالة يعني. طيب الناس اللي عملت عمليات سمنه بقى اللي هي تكميم معده وتحويل مسار، اذا عملتها في مكان كويس ان شاء الله هتمشي كويس، ما بيرجعش وزنه نازل كويس واموره كويسه خلاص. اللي عنده بقى مشكله، عنده ضيق، عنده التواء، عنده مشكله في المعده ما بعد تكميم المعده او تحويل المسار، ده محتاج عمليه اصلاح بالمنظار، سواء بقى يعني التكميم ممكن تحول لتكميم تاني افضل يعني، بتركيب حلقه، تكميم معدل، او ممكن نحولها لتحويل مسار، ممكن تحويل المسار تتحول لتحويل مسار كلاسيكي لدرجه اعلى يعني، ده محتاجه يعني مجموعه حلقات عشان نشرحها يعني. أوكي. بالنسبه للسؤال يعني كان طول 163 على وزن 125، وزن 125 والسن 38 سنه، 38 سنه، وفي مشكله الغده. طبعا هي ممكن تعمل تكميم معده وتحويل مسار، او تحويل مسار يعني الاثنين ينفعوها عادي خالص. عاده يعني عاده لو ما فيش سكر، مرض سكر شديد، بنختار التكميم مش التحويل. لو ما فيش ارتجاع بنختار التكميم مش التحويل. النمره الثانيه، الغده الدرقيه طول ما هي متظبطه بناخد علاجها يعني، والتحاليل بتاعتها الفحوصات بتاعتها كويسه عادي خالص، بنخس زي الناس اللي بتخس الطبيعيه وبنمشي كويس جدا. طيب الغده الدرقيه في حاله عدم النشاط يعني هي مش شغاله خالص، وبناخد لها علاج تعويضي يعني لازم نحافظ عليه مدى الحياه يعني، ده مش هيتصلح بعد العمليه، فهي مدى الحياه هتاخد علاج الغده الدرقيه وتعمل عمليه تكميم بالمنظار. عمليه التكميم بقى منها التكميم العادي، لو هي بتاكل يعني مش هتتحكم في كميه الوجبه، ممكن تعمل تكميم المعدل ونركب حلقه حوالين المعده بحيث ان هي تمنع تمددها على المدى البعيد، دي اسمها التكميم المعدل. أوكي. في فتحات بقى منظار مختلفه ما بين تكميم دقيق، فتحات صغيره جدا، في فتحه واحده، في فتحات في البكين لاين يعني، دي حاجات تجميليه برضو ممكن تبقى يعني نقولها في حلقات تانية بالنسبه للتكميم، ليه انواع كثيره يعني. طيب احنا معانا سؤال تاني، انا عملت تدبيس من 3 سنين، 3 سنين يعني المفروض ان هي حضرتك قلت ممنوعه من 2017 مثلا، 2017 اوكي، ونزلت الوزن من 150 ل 60، يا خبر، وبعدها الوزن رجع تاني ل 90، وانا لسه شاب وخايف السمنه تاثر على الزواج.
ما هو ده يعني دي مشكله يعني احنا اتكلمنا عليها كتير وهنتكلم عليها كتير ولازم يعني انا وراها لحد ما اخلصها خالص. ما حدش يعمل تلبيس معده، ما حدش يعمل تلبيس معده، ما حدش يعمل عمليه فراشه. أوكي. اللي نزل من وزن فوق الوزن الكبير ده لوزن 60 كيلو هو نزل مش عشان عمليه بتنزل كويس، مش بتزود الشبع، بتقلل الجوع، بتقلل كميه الاكل وياكل ويرتاح وما بيرجعش، لا ده بسبب ان هو قاعد يرجع كل الاكل اللي هو بياكله. اي اكل صلب بياكله سواء لحوم خضار فاكهه اي حاجه بياكلها بيرجعها، هو مش عارف يعيش. اللي حصل له ده نقص تغذيه وليس انقاص وزن بصوره صحيه زي اللي بيحصل مثلا في التجميم. ما هو بصراحه يا دكتور من 150 ل 60 دي رحله حصلت بسبب يعني الترجيع، نقص تغذيه عنيف، يعني مره واحده كده اصلا من غير ما انا هو يعني مش عارفه زي حضرتك ودكتور ده خطر، يعني خطر جدا. مره واحده دي صعبه قوي. طب السؤال بقى هو رجع ليه من 60 للوزن تاني 125 او لو رجع ل 90 رجع عشان هو مش ما اتحسنش في الاكل ولا حاجه، ده هو جسمه اتعلم ان هو ياكل سكريات وشوكولاتات وايس كريم وحاجات كده، بياكل الحاجات السائله دي اللي فيها طاقه عاليه وسكريات عاليه عشان يعني ياخد الطاقه بتاعته اللي هي اللازمه يعني، فهو ما بياكلش خالص، ده هو مش قادر ياكل، ده هو وزنه زاد وهو متعذب في الحلويات. حلويات او مياه غازيه اللي هي حاجات اللي بتزحلق بالشبع او لو في دوخه جايه له ولكن هي مش مفيده تماما، حاجات بتزحلق في المعده بتطلع بتنزل، فهو لازم يعمل عمليه تحويل مسار تنزل وزنه مظبوط اللي هو من 90 يرجع تاني 70 كيلو ولا حاجه او 65، وكمان يعرف ياكل ويشرب، لان هو عنده مشكله دلوقتي انا اقدر اقولها من غير هو ما يكون حتى موجود. هو دلوقتي بياكل سكريات فقط بتزود وزنه وما يقدرش ياكل حاجات صلبه، وبالتالي محتاج عمليه تحويل مسار معده بالمنظار، هي دي الحل الوحيد. انزل وزنك وتاكل وتشرب كويس جدا زيك زي اي حد. يعني دلوقتي هو محتاج اصلاح لفشل العمليه دي اللي هي اصلا اتمنعت. بالظبط بالظبط. بس يعني احنا بنتمنى لما تعمل الاصلاح ده تبقى عارف انت رايح تعمله فين، لان كفايه مره فما تجيش على صحتك ونفسك اكتر من كده. دكتور انا عندي 18 سنه، وزني 115 كيلو، طولي 174، بس انا حابب اخس. حاولت اعمل رجيم بس للاسف حصل لي انيميا حاده اثرت على مذاكرتي، واضح ان حد في جامعه مثلا. هل التكميم مناسب ليا وهل ينفع اعمل الجراحه في الوقت الاجازه واقدر اتحرك بعد قد ايه من الجراحه، يعني بعدها بقد ايه؟ واضح ان ده حد بيدرس جامعه او ثانويه عامه مثلا. هو ده سؤال فيري كومن يعني الناس بتساله طبعا. هقعد قد ايه؟ الموسم ممكن بتاعه. يعمل تكميم اعمل تكميم عادي خالص، عمليه جميله جدا وفتحات صغيره جدا وقد تكون مخفيه، يعني بتقعد ليله في المستشفى، هي العمليه كلها اصلا في نص ساعه او اقل، يعني بيقعد 12 ساعه في المستشفى، بيخرج يقعد يوم في البيت وينزل نشاطه الثاني دراسته العادية، يعني مش لازم يقعد في اجازة ولا حاجة، هو يعني نهاية كويك اند يعني يعملها ويرجع لنشاطه الطبيعي. طب هي تأثر على الجواز؟ هو سأل السؤال ده؟ ما بتأثر، بالعكس ده السمنة المفرطة، السمنة المفرطة هي طبعا يعني بتعمل طبعا تأخر في سن في الانجاب نفسه. أو بالنسبة للسيدات أو الرجال، وخلينا نوسع الدائرة شوية، البنات برضو نفس القصة، يعني مش معنى إن هو 18 19 سنة ده انت لازم تنزل وزنك قبل ما تتجوز بحيث ان تعيد الاتزان الهرموني مره اخرى للجسم. الدهون بتعطل الانجاب، الدهون بتاثر على بتاخر الانجاب عند حتى البنات، بتعمل تكيس مبيض واضطراب في الدوره، يعني بتبهدلها، وبالتالي انقاص الوزن مهم. الدكتور بتاعتك هي بتفيد الكل، سواء اللي سال ده او اللي سال اللي هو ينفع يعملها في الاجازه، يعني هل هو لازم يقعد في بيته 15 يوم واسبوعين؟ لا اليوم الكلام اللي مش صحيح. يوم 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 في البيت بعد العمليه، ما الناس كلها عارفه الكلام ده. ان احنا طبعا عمليات المنظار العمليات الحديثه هي فتحات صغيره، ما بقتش بالفتح الجراحي، عمليات تقعد في فتره بنج قصيره، وبالتالي اعادتك للحياه واعادتك للنشاط وقت قصير جدا، وبالتالي بتمشي كويس خالص. يعني معانا صور كتير قوي، يعني دي صور طبعا في مختلف الاعمار، يعني حاجات احنا بنسليكوا بيها، لكن احنا عايزين نجاوب على اسئله والناس تساله برضه مع الصور معانا. بس انا بصراحه لما بلاقي الصور ما بعرفش بامانه ما بعرفش اركز، لان انا ببقى مستمتعه جدا ان انا افضل اقول يا ايه ده، يعني مثلا الصوره اللي هي موجوده معانا احمد من اسكندريه، اي حد هيشوفها هيتنح. يا دكتور بتكلم بكل صراحه، يعني احمد اهو صديقي من اسكندريه جميل خالص، احمد ده كان فوق ال 200 كيلو على ما اظن، يعني من اسكندريه عمل عمليه، وصديق شخصي يعني دلوقتي بين اصحاب، لان هم ما هو طبعا بالشكل ده لازم حضرتك تكون صديق شخصي. لا جميل جميل ونشط جدا وانسان جميل خالص. عايزه قبل ما اسال السؤال كل الناس اللي جاي انا عايزه ابارك له،
خليني اقول لك مبروك لو انت بتشاهدنا، لان بجد وببارك لاي حد معانا صوره ولاي حد مش معانا صوره، لان بجد نجاح حالي. انا بشوف ان ده خلق انسان جديد بصراحه. جميل جميل يعني. هتقعد على الكورنيش في اسكندريه؟ ما خلاص بقى، ما انا دلوقتي مش هيروح على الكورنيش، دلوقتي هيلف العالم كله. محروس من طنطا. يعني برضو بحييه، يعني دي من الحاجات اللي هي معلقه معايا يعني، لان لهم ظروف يعني خاصه، اصدقاء شخصيين دلوقتي. لانه هو بعد العمليه بنبقى يعني في تواصل مستمر ما بيننا، يعني على السوشيال ميديا بقى بنشوف صور بعض وبنراجع حاجات. بشوفهم بيعلقوا لك وبيبقوا يعني انا بشوفهم كمان بيحمسوا اي حد داخل بيسال من كتر ما هم فرحانين، بس ده بيبقى سلام داخلي وصفاء من القلب. مش والله كل الناس، معظم على فكره الناس اي حد بيوصل له بصراحه. احنا بنبقى حابين ان احنا ننقل تجربه كل الناس، لكن احنا مش شاطرين في ده. فاللي بينقل تجربته بينقلها يعني، ما بنقدرش نطلب من حد تعالى اتصور اعمل ده، احنا ما بنقدرش نعمل كده. اللي بيبقى عن حب ده بيقول لي انا عايز اتصور عشان افيد الناس، تعالى يعني ده انت تنور يعني. فاحنا بنحملها له جميل الحقيقه يعني، مبسوطين بيه جدا. دايما يا دكتور في نجاح. احنا كمان معانا سؤال من ليبيا. انا من ليبيا متزوجه من عامين ونص، وكان وزني قبل الزواج 67 كيلو، واصبح يزداد حتى وصل 81، ثم يعني الموضوع زاد اكتر وحصل لها حمل، وبعدين حصل لها حمى وتوقفت، وبعدين اصبحت وزنها 99. واضح ان هي حصل لها مشاكل كتيره لغايه ما وزنها هو اصبح 130 كيلو، مع العلم ان طولي 165. ايه الجراحه المناسبه ليا، وممكن اسافر بعد العمليه بوقت قد ايه؟ واضح ان هي عايز تيجي لحضرتك من ليبيا وتعمل عمليه وتسافر. يتحضر قبل ما تيجي طبعا، في فريق طب بيحضر الناس اللي جايه من سفر، عشان يعني ما يبقاش عندها مشكله طبيه تمنعها ان هي لو جت مصر. افترضنا ان الغده الدرقيه مش مظبطه، ما بتظبطش في يوم وليله، فمحتاجه نظبط يعني في حاجات صحيه. هي في حاجات حصلت لها كتير لازم نسال عليها قبل ما تيجي، واذا كان هناك حاجه تتصلح قبل ما تيجي نصلحها، عشان هي عايزه تيجي 3 4 ايام تعمل عمليتها وتسافر. صح. فما نقعدهاش بقى اسبوعين ثلاثه بنظبط غده درقيه، او لو في مشكله في القلب، لو في مشكله في الكلى، يعني محتاجه تتظبط يعني للحاجات اللي هتاخد وقت كبير في التجهيز. وتيجي تسافر هتقعد يومين في مصر وتسافر يعني. كفايه طيب جدا. احنا ممكن نساعدها اكتر ونقول لها اللي في ابلكيشن باسم استاذ دكتور كريم صبري. الابلكيشن ده انت تتواصلي مع مجموعه من دكاتره التغذيه تحت اشراف طبعا استاذ دكتور كريم صبري. غير كده لو اتواصلت على التليفونات الموجوده على الشاشه، او لو على صفحه حضرتك على الفيسبوك، في اي نوع من التواصل ده هي هتعرف ان هي توصل. طبعا تعرف تعمل اشاعاتها، تحاليل، كل حاجه. طبعا كل التيم الجراحي يعني مدرب جدا جدا ان هو يتواصل. واونلاين على فكره، يمكن يعني واتساب او حاجه يعني، لو في حاجه كتابيه ده يعني الابلكيشن الخاص باستاذ دكتور كريم صبري. ده صح كده بالظبط. ده ابلكيشن حلو جدا، اهو بيساعد بقى التواصل الناس اللي جايه من بعيد، يعني بيساعدك في اختيار نوع العمليه، تواصل مباشر مع دكاتره. يعني حد بيتابعها يقول لها اعملي ايه بالظبط وتعمل التحليل، وانس حضرتك قررت هنعمل العمليه تبتدي هي تحجز تيجي. وبيرتبوا لها كل حاجه لدرجه ان هي ممكن تعمل العمليه في نفس اليوم، تيجي من السفر على المستشفى تعمل العمليه، تبات تروح ثاني يوم، تقضي يومين كده اجازه وتسافر يعني. طب بعد يعني قال لك خبر حلو قوي، متهيألي مفيش اسهل من كده. خليني اسال سؤال قبل ما نختم وهو مهم جدا. انا وزني زايد جدا فوق ال 200 كيلو، ورحت للدكتور وهو نصحني بتدبيس معده وعمليه تاني، بس انا مش فاكره اسمها، بس ولا تكميم ولا تحويل. ايه الحل يا دكتور؟ الحل ما تعملش حاجه بقى يعني، انت لو هتعمل تدبيس ما تعملهاش يعني. يا تعمل تكميم معده او تحويل مسار، وانا شايف ان وزن 200 كيلو ده يعمل تحويل مسار هو افيد الحلول واحسنها. العمليات اللي هي عفى عليها زمن او الممنوعه او اللي هي يعني مجرمه دوليا ما تتعملش يعني، تدبيس المعده او تحويل المسار ما يتعملش. تعمل بقى عمليات سواء تكميم او تحويل مسار. هو مش معنى ان انت اصل، هو الفكره ان احيانا الناس عايزه تختمي. لا انا معايا. طيب. هو بس احيانا بيبقى البادجت المادي بتاع يعني المريض نفسه عايز يوفر، او مش معاه يعني، غير قادر ماديا، وبالتالي بيروح في مكان هو ما بيعرفش يعمل غير العمليه دي. اوكي. هو ما بيعلنش عن حاجه ثانيه، هو ما يعرفش يعمل غير حاجه ثانيه، هو ما اتعلمش غيرها، وبالتالي حتى الان هو ما يعرفش في حياته غير دي، وبالتالي بيقدمها، وبالتالي كارثيه على المدى البعيد. انا مش هلوم حد، هو يعني الماديات عنده مش مساعداه ان هو يعمل العمليه عند دكتور شاطر او دكتور اسمه معروف وناجح، ولكن انا هلوم الدكتور اللي هو بيستغل الانسان ده، وبيبقى عارف ان هو كذا مره عمل عمليه وما كانتش ناجحه. فانا بلوم الدكتور بصراحه اللي بيعمل عمليات الفشله دي. ما نقدرش نلوم الناس ابدا، الا اذا ممكن نوجه لهم بس رساله ان هم يستنوا. طبعا، واحنا بنقول طول الوقت على كل الصفحات، على كل، والله العظيم انا بقول لحضرتك حاجه،
انا بشتغل ك يعني ك كحد حاجه اكاديميه يعني حاجه كاستاذ جامعه بوصل معلومه طبيه. حتى الناس عندي في المراكز بيستغربوا صراحتي، انت بيقولوا احنا عمرنا ما سمعنا الكلام الطبي الواضح يعني بصوره طبيه، ولكن الصح لا يعني ده علم لازم يتوصل بكل امانه، ما ينفعش فيه اي نوع مميزات وكل من حاجه بتحصل مميزات ومساوئ وكل حاجه لازم تحصل، لازم نوصلها بصوره فيها مصداقيه. انا بحييك على امانتك، والنجاح مش لازم يكون مستمر طبيعي، ولكن لازم يصاحبه التميز. عشان كده احنا بنتمنى وجود دكتور كريم دايما معنا برنامج الطبيب، لان ده تميز لينا احنا شخصيا برنامج الطبيب. نشكر استاذ دكتور كريم صبري، استاذ جراحات سمنه ومناظير بطب عين شمس، مدير وحده جراحات السمنه والمناظير بمستشفى وادي النيل، عضو الفدراليه الدوليه لجراحات السمنه والسكر، وعضو الكليه الملكيه للجراحين بلندن، وزميل كليه الجراحين الامريكيه، وحاصل على شهاده الجوده الاولى في العالم لجراحين السمنه والسكر، شهاده الاس ار. خليكم دايما مع برنامج الطبيب وفقرة جديدة. رجع لكم بسرعة.